مصدقه. يعني هو ما غازك إلا يلي بلغك، بس أنا من واجبي بعد عشرة العمر وبعد الصداقة القوية اللي بيناتنا إني نبهك، أحسن ما تمشي المي من تحتك وأنت سهيانة. لك أنا لحد هلا ما فهمت عليكي فايزة. وضحيلي الله يخليكي، وضحيلي بقلم نشرح. إيه بس قليلي، يعني هو متجوزة ولا عم بيزورها زيارات عادية؟ بدك الصراحة؟ الناس عم بيقولوا إنه متجوزة. ولي من إمتى يعني؟ يعني أنا على هوا ما فهمت، من 7 أشهر تقريبا. هيك لك. طيب أنا بفرجك يا سامة، إذا ما نغصت عليك عيشتك ونسيتك اليوم اللي ولدتك في أمك، ما بكون أنا إلهام. لا لا يا إلهام، أوعك ها، أوعك تتهوري. يا ستي بدي أتهور واللي بده يصير يصير، لكن أنا قدرة إنه جوزي متجوز علي وحدة تانية أقعد ساكتة؟ إيش مفكرتيني ملاك ونازل من السماء؟ ليش شو ناوية تساوي؟ شو بدي ساوي؟ إيه بدي طربق الدنيا فوق راسها وراسها، بكرة بتشوفي. والله يا إلهام أنا رأيي غير هيك بالمرة. شلون يعني؟ يعني لا تأخذيني بهالكلمة، بجوز هو ناطر تكشفي وتعملي له صرعة لحتى يلاقي سبب ويطلقك، وبهيك بتكوني خربتي بيتك بإيدك. لكن شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي فايزة مشان الله؟ قولي لي، نوريني، رح يطير عقلي أنا؟ لكن معقول؟ معقول سامي يتجوز علي بعد هالعمر الطويل اللي عشناه سوا؟ لك شو شاف مني ردي؟ الله وكيلك دلاله وعم دلله، مصاري وعم بعطي، ويا من تراني راكده وراه بس عم بطلب رضاه، بقى ليش هيك؟ ليش هيك عمل فيني؟ طولي بالك يا إلهام، طولي بالك، الرجال كلهم هيك مو بس جوزك، الرجال عيونهم زايغة ونظراتهم فارغة، وما في لقمة بتمهم مرة. لذلك أنا من رأيي تعقلي شوي وتفكري على مهلك، ولا تخلي حجرك يطوش. لك والله ما عم صدق يا جماعة، معقول؟ معقول سامي يتجوز علي؟ طيب ليش؟ شو السبب؟ اسمعي إلهام، أنا لو كنت بدالك بعمل حالي ما عندي خبر بنوب بالقصة وبتصرف معه بشكل طبيعي. ايه وبعدين؟ بعدين بتطبي عليه بالجرم المشهود هو ببيت وصال، وساعتها رح يقع بالمصدى ويطلقها. ها ايه وبلكي طلقني إلي أنا؟ ما بيسترجي طلقك، أنت مرته وأفضالك عليه لفوق راسه. صدقيني هالشغلة كلها فورة من فوراته، والله بعد اسمه لو ما كان بيحبك ما كان خلاه يتجوز جارتي وصال، بس الله بده يكشفه عن طريقي. وشلون بدي اشوفه ومثل عليه وانا كاشفته؟ ما بعرف، بدك تدبري حالك وتكوني قويه. ولك علي اول ما يجي لبيت وصال لدق لك تليفون لحتى تجي ركض وتطبي عليه، بس اوعك ها، اوعك تحسسي بشي ولا بتنزعي طبخك كلها. لك والله ماني مصدقه. معقول؟ معقول سامي يتجوز علي؟ ماني مصدقه. بكره بتشوفي بعينك. من يشتري الورد مني وانا بداري واغني بداري بنادي؟ من يشتري الورد مني وانا بنادي واغني. شو ابن العم؟ شايفتك مطروب وعم بتغني. ايه والله يا إلهام، ما في احلى من الطرب والانتعاش. الله يبعد الغم والهم ويخلي لي اياكي يا بنت العم. يا لطيف على هاللسان اللي إلك، شو حلس ملس. ايه صحيح، بس مو مع كل الناس، معك انت وبس والباقي ياكل خس. ولوين رايح من غير شر؟ ايه لوين بدي روح يعني، في غير هالقهوة؟ اه طيب، وقديش بدك تغيب هنيك تقبر قلبي؟ يعني شي ساعتين ثلاثة أربعة مو أكتر. والله ما بعرف شو عم يجيك من قعدة هالقهوة، يعني شي بيمل ولا ما بتمل انت؟ بصراحة أنا ما بمل، لأنه أنا عم بتسلى بالأخذ والعطا ولعب طاولة الزهر مع رفقاتي. هيك لكان، وأنا 60 عمري ما أتسلى. أو ليش لحتى ما تتسلي؟ روحي لعند الجيران، أو خليهم هن يجوا لعندك، العبوا برسيس وقشوا كستنا وقضوا وقتكم، أنا ما عندي مانع بنوم. أنا بدي أتسلى معك أنت مو مع الجيران. لسه كل ما دق الكوز بالجرة بتقلي روحي تسلي مع الجيران. أوه علينا، هلأ فهميني شو اللي بدايقك أنت؟ أنا عم قصر معك شي لا سمح الله؟ شو بدك تقصر يعني؟ بالمصروف؟ شوفي إلهام، أنا 100 مرة نبهتك وفهمتك، لبقى تنغميلي وتنقريلي بقصة المصروف. ما بصير هيك، عيب عيب عليك، مو حلوة بحقي. يعني قد ما كان بضل انا الرجال وانت المرأة، انا الزوج وانت الزوجة،
يعني صحيح انت بنت عمي اللزم وغنيه وعندك اموال واملاك ومالكانات، بس انا كمان بالمقابل قاضي مهم بالمحكمه واللي وزني مركز الاجتماعي. لسه كل ما قامت ايدها على الرجله بتسمعني انه هي اللي عم تصرف على البيت، وهي اللي شاريته، وهي اللي فارشته، وهي اللي عم تهديني، وهي اللي عم تصرف علي. واخرتها بقى يا الهام، هيك بدي اقضي عمري؟ ايمت بقى بدي اخلص من هالنغمه؟ انا اسفه يا سامي، ما قصدي، انا والله قصدي لك تضرب المصاري اذا بدها تكون مصدر قوه للمراه، ويضرب الرجال وعيشته اذا بده يربيها واطيه لمرته مشان المصاري. لا تركيني تركيني. لا سيدي ما رح تمشي. لا بدك تتركيني لانه بدي اروح لعند رفقاتي. قسما بالله ما تروح انت زعلان. خلص حبيبتي ماني زعلان. لا تواخذني ابن عم، الله يخليك، الله يخليك ما تواخذني، انا اسفه. إيه لا مو هذا القصد يعني، بس طب خلاص خلاص انسى الموضوع، الله يوفقك. وانا بوعدك والله العظيم ما بقى اجيب هالسيره على لساني منو. طيب شو يلي بيضمن لي هالشي؟ هديك المره قلتي لي نفس الكلام، بعدين نسيتي وعدك وصرت تمننيني وتهتيني بانه مصروفي اللي عم اسحبه منك كتير كبير. لا يا سامي لا تغلط، انا ما قلت لك مصروفك كبير، انا قلت لك بالحرف شو عم تعمل بالمصاري، لانه يعني لا تواخذني لا تواخذني بهالكلمه، ما عم شوفك عم تشتري شيء للبيت. المهم انا هالسيره بالذات ما بعرف ليش بيقبضني قلبي منها وبتحسسني بالاهانه. لا ولو ما عاش اللي بده يهينك، انت تاج راسي من فوق وسيد رجال. هالحكي من قلبك؟ مو بس من قلبي، من صمصين قلبي من جوا. لك ايه هيك، ها هيك بدي اياكي اصيله بنت اصول. اصبحت حاك لحتى اعرف انك سامحتني. خلص حبيبتي ولا يهمك، انا سامحتك. طيب يلا تحاك الله يخليك. طيب خلص الهام والله مشي الحال. ايه هيك ها، رخص الخبز تقبر قلبي ان شاء الله، لك ما قاعده هالطول يا حق، خليك احسن. رح احط لك كلونيا لحتى تطلع ريحتك حلوه بين رفقاتك. لك خلص بقى رح اختنق. يلا بخاطري. الله معك حبيب قلبي. صحيح تذكرت، بجوز يكون عندي كشف بالليل بصلخان. وليش ما قلت لي قبل هلا؟ والله نسيت يا الهام، بس هيك قال لي باش كاتب المحكمه، بقى يمكن اطلع برانيه من القهوه على الكشف، وبجوز اتاخر شوي. ها يعني انت بترجع؟ والله ما بعرف، على هوا التيسير. بقى اذا تاخرت لا ينشغل بالك علي، انت نامي ودقري عليكي باب الصاق من جوا، لانه انا بخاف عليكي حبيبتي. ولا يهمك تقبر قلبي، انت لا ينشغل فكرك علي منو، تروح وترجع بالسلامه. بخاطرك يا حبيبتي. الله معك يا حياتي. تفضل يا عمري. حبيبي حلف لي انه اكيد بتحبني. لا وصال، هيك بزعل منك يا عمري لانه البديهيات ما بدها حلفان. طيب اشرب هالعصير من ايدي كتير طيب. اشرب. كأنه سخن شوي. لك ولا يهمك حبيبي، هلا بيجي الثلج. ومين بده يجيبه؟ حبيبي الولد ابن السمان اللي براس الحارة، وصيته عليه قبل شوي وهلأ بيجيبه. بتعرفي يا وصال، أنا ما برتاح إلا عندك، أنت بالنسبة لي الشمس الساطعة والقمر المنير، ولك ريتهم يسلموا لي هالعيون. يعني بتحبني ولا عم بتصف كلام لأنك قاضي ولسانك بيطوعك على الكلام الحلو؟ ما بعرف شلون شايفة أنت؟ حبيبي أنا شايفة لو أنك بتحبني أكيد كنت اشتريت لي هذا البيت، يعني بدل مالك مستأجر لي يا أجره. معك حق يا حبيبة قلبي،
بس البيت غالي وأنا ما معي مصاري. لسا بيقلي ما معي مصاري. يعني حبيبي معقول يكون عمك حسني بيك ومرتك إلهام بنت حسني بيك وما بيكون معك مصاري؟ ولا يعني أنت بتحب تجاكرني قبل ما تلبي لي طلبي؟ لا والله يا حبيبي ما عم جاكرك، بس بدك تصبري علي شوي لأنه مرتي إلهام مشتلة علي أنه صاير مصروف كبير. هيك لكان؟ يعني أنا اللي عم خليك تصرف كتير مو هيك؟ هذا الولد ابن السمان بيكون جاي بالتلجات، قوم افتح له. مين انتي؟ انا الهام مرته. وحضرتك مين بتكوني؟ صحيح انتهت القصه بسلام، بس صدقني يا منير انا مظلوم. شلون مظلوم بقى؟ متجوز فوق مرتك وبدون علمه وبتقلي مظلوم؟ طبعا مظلوم يا منير، لاني انا بقدر الجمال عاليا، ومن خلال الجمال البشري عند المراه بوصل للروحانيات العظيمة. وبصراحة أنا ضعيف جدا أمام العيون الفاتنة والقوام الجميل والنظرات الدباح. ولهالسبب تجوزت وصال؟ طبعا. طيب ما تزعزع موقفك من مرتك بعد ما اكتشفت أنه متجوز عليها؟ تزعزع لكن ما تزعزع، بس بالبداية. بعدين لما عرفت أنه هي نزوة من نزواتي نسيت وسامحت وغفرت. والمسكينة وصال شو صار فيها؟ أكرمتها غاية الإكرام بعد ما طلقتها، اشتريت لها البيت وسترتها حتى ما تتشنطط. عظيم، بس بين هلا ورايح لازم ندير بالك على نفسك وما تتهور. صدقني مو حلو بحقك كقاضي إنه أكون مزواج. هلا أنا مزواج ولا أنت؟ بجوز كون مزواج، بس أنا لي أسبابي أولا وما لي قاضي ثانيا. ليش أنا ما لي أسبابي؟ وشو الأسباب بقى؟ يا أخي مرتي إلهام متسلطة ومتملكة وأنانية، وفكرة أنه الزواج عبودية للزوج، ودائما شكوكة وغيورة وبتستنطقني مثل ما أنا بستنطق الناس بشري. لك يعني لو إلهام بس بتوعى هالطبع الصغير يلي عندي وبتعاملني بالود والثقة يمكن كون أطوع من بنانا. لأني يا منير أنا بكره الرق والرقيق، بكره سلب الحرية وفرض الآراء. لك يعني والله بتمنى تجي وحدة تحبني لشخصي مو تحب حالها من خلالي. فهمت يا منير ولا أنا ما عم بقدر عبر لها؟ يا سيدي فهمت عليك، بس لازم تدير بالك لأنه مو كل مرة بتسلم الجرة. وشلونه هلأ معك؟ سمني على عسل. يعني كل شي تمام؟ وأكثر من تمام. شفت شلون يا إلهام؟ شفت شلون خلصتك من هالورطة؟ لك تسلم لي عينك، هذا كله بفضلك. لا العفو تقبريني، بس الصدفة لعبت دور، ومن سوء حظه انه وصال كانت جارتي وهو يلي استأجر لها جنبي بدون ما يعرف انه انا ساكنة هنيك. المهم هلأ شو بدنا بالماضي؟ تعي شوفي هلأ كيف عم يدللني ويشقشل فيني. وانتي؟ ما فهمت عليكي؟ شو بتقصدي يعني؟ يعني شلون عم تعامليه؟ بالعين الحمراء، كل شي عندي بالعين الحمراء، ما عم مرق له كلمة ولا مشوار ولا رأي، كل شي عم اتدخل فيه لأنه بصراحة ملوعة منه. بس ما بيجوز هيك كمان، لإيش هالضغط هذا كله؟ لازم اضغط عليه يا فايزة لازم، وإلا بينجلق وبيطير من بين إيدي بليلة ما فيها ضوء قمر، اسامي وبعرفه. وعم تعطيه مصاري ولا؟ لا عم بعطيه ولا عم يعطيني، يصطفل منه لراتبه. ويا ترى عم يسهر برات البيت ولا بطلها هالشغلة؟ عم بسمح له يسهر مع رفقاته بالقهوة، بس مو دائما لما بيجي على بالي. وليش هيك عم تعملي؟ تصرفك هاد غلط يا إلهام. أحسن أحسن، لازم يحس أنه مراقب دائما، وبهالصورة هاي بيخاف يدور على حل شعره وبصير بيحسب لي حساب بكل حركة من حركاته. مرسيدي في حدا برا ولا انتهينا؟ هو انتهينا سيدي، بس في بنت صار ناطرة أكثر من ساعتين وبدها تشوفكم. وليش ما دخلتها؟ سيدي هي قالت لي انه بدها تشوفكم بعد ما تخلص العجقة. ايه دخلها وخلصني بقى، شو الشغلة على كيفها يعني؟ بعدين ما بقي غير نص ساعة لحتى يخلص الدوام. امرك سيدي. تفضلي.
يعطيك العافية سيدي. تبارك الله. تفضلي تفضلي. الله يعافيك. خير شو قصتي؟ وليش ناطرة لهلا؟ سيدي أنا طلبت أتأخر مشان أحكي لك قصتي. هاتي لشوف. احكي لي شو قصتك؟ قصتي يا سيدي إنه أنا بنت، يعني بجوز يكون ماشي حالي حلوة، بس مالي حظ من هالدنيا. ما اختلفنا، بس أنا هون القاضي. يعني أنت حابة تشتكي على حدا؟ بدك ترفعي دعوة ضد حدا شي؟ أنا يا سيدي بدي اشتكي على هالزمن، وبدي ارفع دعوة على هالحياة. تعي بكره لعندي لهون، بدي احكي معك كلمتين. حاضر، يلا عن اذنك. مع السلامه. شو هالحكي؟ تجوزتها؟ اي والله يا بولير تجوزتها. لك شو قصتك انت؟ كل ما شفت وحده بتعجبك بتتجوزها؟ لا تغلط يا بولير، انا كل ما بشوف وحده وبحس انها ممكن تريحني، وبحس انها قنوعه وغير متعاليه ومتعاطفه معي، بتجوزها. ليش لا؟ وما بتخاف لتدرى مرتك؟ اي والله اذا دريت هالمره لتيم قيامتك. لك سيدي مو ضروري تدرى. وين سكنت؟ استاجرت لها بيت بسوق ساروجا، بس اذا الله سبحانه وتعالى عطاني وبحبح لي رزقي شوي، بدي اشتري لها بيت وطوبه باسمها. انا هيك عم فكر. شو يا شايف اخذت لك عقلك رسمي؟ مو مساله اخذت لي عقلي، هالبنت مريحتني على الاخر وأنا مبسوط بهالشي. طيب على فرض طلبت منك تطلق مرتك الأولانية بتطلقها؟ حنان ما بدها مني طلق مرتي، بتضل عايشة معي على هالوضع طول العمر. اسمها حنان؟ ايه نعم. بعدين أنا ما بقدر طلق إلهام ولا بشكل. ليش الاسم بإيدها؟ لا شو عم تحكي أنت؟ بس شلون بدي دبر حالي بالمصاري؟ ايه إذا طلقتها ايه قسما بالله بصفي على الحديدة. أهلين فضيلة القاضي. شو سامي؟ شايفتك ساكت اليوم. نعم. يعني عم قول لحالي مالك بالعادة تكن هالكنة. خير إن شاء الله، في شي؟ لا حبيبتي ما في شي، بس عم حاول خلص هالرواية اليوم لأنه بكرة بدي رجع لرفيقنا مصغر. وشو هالرواية بقى؟ اسمها القلوب المحطمة لشتيفن زافاريك. معلش سيدي، غض النظر عن هالرواية وحاكيني كم كلمة. أنا آسف إلهام، أنا ظنيت إنك منسجمة مع غنية إم كلثوم، ومنشان هيك ما حبيت أقطع انسجامي. ولا يهمك، قطع انسجامي، بس سمعني صوتك. إيه سيدي، هات لنشوف. مريني بنت العم. يعني شايفتك بهالكم يوم كان الفرد كني، وكأنك حامل كل هموم الدنيا فوق راسك. بقى ممكن أعرف شو السبب؟ هلأ أنا حامل هموم الدنيا فوق راسي؟ بالعكس تماماً، أنا بهالأيام بالذات سعيد كتير ومبسوط. بس أنا شايف العكس. لا
الله يخليكي إلهام، لا تخلي لي مشاكل من تحت أظافري. خلينا رايقين ومبسوطين. فظاعة شو صاير عم بتحبي النكاء؟ ليكون لازمك مصاري؟ لازمك مصاري شي سامي؟ بالله تقول لا تستحي، بالله تقول. مالي مالك واحد؟ طبعاً لازمني، لكن مو لازمني. بس بصراحة صاير عم خاف أطلب منك. إلا تخاف ولا على بالك؟ لا هو مو من شان شي. ورح نجلك كلامي دج. أنت صاير عم بتسيء الظن فيني. هو لا يهمك. طالما أنت ماشي على الصراط المستقيم، ما عندي مانع بحتر كل فلوسي عليك. اللي بقى قديش لازمك؟ شو قديش؟ لازمني كتير، صار لي زمان ما أخذت مني. قديش يعني؟ شوفي، لأنه بدي اشتري شقفة أرض حتى إذا صار ما صار لا سمح الله. هلأ قديش لازمك؟ قول وخلصني. يعني بدي بالقليلة شي 200 ذهبة. قولي 200 ذهبة؟ مو كتير هيك؟ شفتي شلون استكترتي علي هالمبلغ التافه؟ ماشي الحال، شو بدي أنا بوجعة هالرأس؟ خليني بقى عايش على راتبي، وإن شاء الله بعمري ما أتملى، وبسنين عمري ما أتبهلى. لا ولو، سلامتك ابن العم، سلامتك، وكرمال عيونك هالحلوة، المبلغ رح يكون بين إيديك بهاللحظة. لك الله يخلي لي إياكي، أنت الكريمة ونحن اللي بنستاهل. وإذا بتسأليني يا حبيبة قلبي شو بتكره بهالدنيا؟ بقلك مال النسوان، سبحان الله، هيك الله خالقني. باين ابن عمي باين، ولا يهمك. عن إذنك رح جيب المصاري وارجع. افرح يا قلبي لك نصيب، تبلغ منال ويا الحبيب. افرح يا قلبي تيريريريرم ترارارم تيريرام. تفضل يا سيدي. وهي المبلغ. لك يسلم ايديكي، والله لا يحرمني من كرمي ودخلتك علي. ابن عمي؟ اعيون ابن عمك. الي عندك طلب صغير، بس يعني بترجاك ما تقول عني سخيفه. لا ولو، معقول اقول عنك هيك؟ شو جنيت انا؟ يعني هو طلبي غريب شوي. ها ولا يهمك حبيبتي، قولي انت، قولي وانا ما علي الا التنفيذ. بدي منك تقول قدامي وبعظمة لسانك، كل مرة غيرك برات هالبيت طالق مني بالثلاثة. نعم؟ شو بدي اقول؟ مثل ما قلت لك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني انت لساتك عم تشكي فيني؟ لا والله، بس يعني اذا قلت هالجملة قلبي بيطمن اكثر. لك بالله عم تحكي جد انت؟ ايه والله. شو فيها يعني؟ لك ما فيها، هي ولدني اسمها يا الهام، ولدني. طب انت شو بتخسر يا حبيبي؟ لك ما بخسر شيء، بس معنى حكيك انه انا مو اهل للثقه. لا لا سامي، لا تفهمها هيك، يعني انا قصدي انه اوه علينا. يعني واخرتها معك انت؟ يعني معقول يكرر عملتي السودا معي؟ خلص حبيبتي، انا تبت من زمان ومش الحال، ورجع لي عقل الرحمن الحمد لله. ايه معلش حبيبي، بس يعني أنا كل خوفي إنك تتجوز وحدة تانية من وراي مشان الخلفة والولاد، يعني لهالسبب. يا إلهام يا إلهام، لك يا حبيبتي يا بنت عمي يا عرق عيني، أنا وياكي حاسمين هالأمور من زمان. أنا رضيان فيكي مثل ما أنتي، بقى ليش عم بتعقد الأمور ما بعرف. طيب قولها مشان خاطري، الله يخليك، قول هالجملة وريح لي قلبي. يا الله، أنا جملة أوامن سيد. طيب قول، كل مرة غيرك برات هالبيت بتكون طالق مني بالثلاثة، قول. لك يا حبيبتي ما بيجوز نلعب بالألفاظ بنوب، ما بيجوز من الله. الكلام هاد إذا قال بلا مناسبة بيصير مسخرة، وبيغضب ربنا سبحانه وتعالى. لازم يكون على الحذر. والله أنا شايف العكس، يعني ما بصير شيء إذا الواحد حاجة بقى لها. ما بدنا نتولدنا ونتمسخر، ما بيجوز هيك. طيب مثل ما بدك، حط لك الغداء. اي والله يا الهام جع. طيب بدي منك تسمعني صوتك وانا عم حضر لك الغداء. اي تكرم عينك. تسلم لقلبي. افرح يا قلبي لك نصيب، تبلغ مناك ويا الحبيب. افرح يا قلبي. Thank you.
أخرت علي كتير، غلي قلبي عليك. لك يا حبيبة قلبي، ما بدي دبر أموري مع إلهام، حاكم صاير عم بتدقق علي كتير بهالأيام. ليش شاكة بشي؟ ما بعرف، بس صاير قلقان كتير وعم بتكتب أسئلة. وشلون قدرت تتملص منها؟ قلت لي عندي سفرة لحمص يومين. يعني بدك تنام عندي يومين؟ عندك مانع؟ سامو لا تتغلظ علي، قال عندك مانع، قال قلبي من جوا طاير من الفرح. إلي سامو اشتقت لي مثل ما اشتقت لك؟ لك لا يا عمري، هذا سؤال بينسأل. لك أنا مشتاق لك شوق الغصن للعصفور، شوق الوردة للندى، شوق الفراشة للزهور، وشوق الصايم للفطور. لا ما بصدقك. وليش بقى؟ من إمتى كنت كذب عليك بمشاعري؟ ما عم قلك عم بتكذب، بس لو كنت مشتاق لي عن جد كنت قلت لها للست إلهام إنه بدك تغيب أسبوع بحمص مو يومين. كتير علي أسبوع؟ لا مو كتير يا حبيبتي، بس أنا بالزور لحتى قدرت أخذ هاليومين. على كل حال أنا جايب لك معي مفاجأة راح تسر قلبك وخاطري. حذري شوي. إيه والله ما بعرف شو بدها تكون يعني. يا ستي شغلة حكينا فيها مرة وما عدنا جبنا سيرتها. هدية؟ يعني بتقدر تقولي هدية. جايبة معك لهون؟ لا، بس بكرة إن شاء الله بتكون ملك إيديك الحلوين. ساعة؟ لا. طيب خاتم؟ لا. إسوارة؟ كمان لا. هدية أتقل من هيك بكتير. والله ما بعرف، عجزت، تفكيري ما بيسمح لي اتعدى هيك شغلات. يا ستي اشتريت لك هالبيت وطوبته باسمك. عن جد عم تحكي سامو؟ ولو، لك انت بتستاهلي اكتر من هيك بكتير يا حبيبتي. ولك تسلم لقلبي، تسلم لقلبي، شو انك مزوق. هلأ عن جد عرفت انك بتحبني. وشو رح تضيفيني بهالمناسبة؟ يا سيدي عملت لك قالب جاتو من تحت دياتي، ابي طير العقل. دخيلي دخيلك الحقيني فيه فورا. قوم انت الحقني على المطبخ، خلينا نلحقه قبل ما يحترق. قوم. شلون شايفتي لي يا معك بهاليومين؟ بصراحة يعني عم يعمل جهده كتير كتير اني يكون مبسوطة ومرتاحة. وانتي كيف عم تتصرفي معه؟ انا عم سايره يعني، بس ما عم خليه يتلحفظ منوب ومعيشته دائما مرعوب مني. ليشك يا الهام، الله يصلحك. لا تنسي انه الثقة هي الاصل بين الزوجين. يا ستي سامي ما بيبقى له لا ثقة ولا مقة، لأنه بيستغل الثقة وبينجلق. يعني المهم أنت مرتاحة مع جوزك بهالأيام مو هيك؟ بصراحة مو كتير. أوف، ليش؟ عم حس دائما أنه مخبي شي علي، وأني كنت أعرف شو هالشي ما كنت أعرف. وكل ما بقول له حلف بالطلاق على كل بنت غيري بيتهرب وبيلي حاجتك ولدني. على كل حال بدك تطولي بالك، وأكيد جوزك عقله صار منظوم. لك يا منير افهمني ولا تظلمني بيكون افضل. هات لشوف شو بدك تقول. انا هالبنت اللي اسمها حنان خرطت مشطي وبحبها من جوات قلبي، وبصراحة كل عواطفي استقرت عندها تماما وما بدي شي من هالدنيا غيرها. طيب والهام؟ لسه بيقلي الهام. لك يا منير انا الهام ما بقدر استغني عنها لا بطلاق ولا بغيره. مشان ثروتها مو هيك؟ لك مو بس ثروتها، أنا ما بقدر صارحة وإلا أنه أنا تجوزت عليكي وحطة تحت الأمر الواقع. إيه قسماً بالله ما إلا تجوزت لحتى تروح فيها. لك إيه نحنا ما صدقنا إمتى خلصنا من هالقصة تبع وصال. طيب ولإمتى بتضل مخبي قصة جوازتها؟ هلأ مالي مستعد أعترف بشي، ومو من مصلحتي صارحها بشي. خلي الأمور ماشية على ما هي علي، ويلي بيجيبه ربك يا محلا. بس النكتة مو هون. خير في شي؟ يا أخي كل ما بنقعد لحالنا بتقلي حليف يمين طلاق على كل بنت غيري، وانت بتعرف تماما انه أنا ما بقدر احلف هيك يمين. وشو بدي ساوي معها ما كنت أعرف. يا سيدي بكرة بتنسى القصة وبيمشي الحال. ما هي المشكلة يا منير انه ما عم تقدر تنساها لهالقصة، والمشكلة الأكبر انه بلشت تشك فيني انه عم بتهرب. ايه وشو ناوي تساوي هلا؟ والله ما بعرف يا منير، ما بعرف، شاكلي بتحير. بدك تطول على الغداء؟ لا حبيبتي، ليش في شي؟ إيه لا بس بدي اياك تجيب لي معك شي كم علبة حلو يعني، لأنه بجوز يجوا لعندي رفقاتي المساء. ولك تكرم عيونك يا عمري.
بقى إذا بتلاقي لك شي مشوار يعني هيك تلتهي فيه مع رفقاتك، لأنه يعني مو حلوة وجودك بالبيت مع جمعة نسوان. تأمر يا ستي، هاي رح روح على القهوة وتسلى مع رفقاتي. بدك شي؟ لا سلامتك، دير بالك على حالك. حاضر. بس يعني في كلمة واحدة يعني إذا بتريحني هيك بتقولها الله يخليك. أمريني حبيبتي. شو؟ حلف يمين بالطلاق على كل مرة برات لك. خلص بقى، العمى شو مولدنة وعقلك خفيف. يا الله شو إليك نفات. أين من عيني هاتك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي. الله الله، يسلم لي هالصوت يا حق. سامو قلي هلأ أنت هيك بتغني لها لإلهام؟ هلأ معقول تغاري منها إذا غنيت لها؟ طبعا بدي غار، لأنه أنا بحب تساوي لي إلي شغلات متميزة وخاصة فيي، ما بحب حدا يشاركني فيها. ليش أنتي ما عم تشاركيها فيني؟ سامي حبيبي أنت زعلان مني شي اليوم؟ ليش بدك تهزلي بدني؟ لا والله يا حنان، بس أنا بصراحة مضغوط علي كثير بهالأيام من الهام، وما رح يهنالنا عيش أنا وياكي قبل ما أخلص من هالكابوس اللي عم بتسبب لي يا إلهام. يا على قامتي إن شاء الله. وشو هالكابوس بقى؟ اسمعي حنان، بدي منك تعملي مثل ما بدي قلك بدون ما تناقشيني. على عيني وراسي حبيبي، كل شي بيرضيك رح يرضيني. أصبح بتروحي من بكرة الصبح لعند مرتي إلهام. لعند مين؟ مثل ما سمعتي، بتروحي على بيتي لعند مرتي إلهام، وعلى أساس إنه لا بتعرفيها ولا بتعرفك، وبتحكي له قصتها معي على أساس إنه القصة صايرة معك ومع ابن عمك. ما فهمت عليك، عن شو عم تحكي أنت؟ فوتي لعندها وشكي له وبكي له وقولي له إنك أنت غنية وابن عمك تجوزك وصار يصرف مصاريك ومالك على نسوان عم يتجوزون. المهم بالنهاية اطلبي منا إنه تفوتك لعندي حتى أنصفك كقاضي ولاقي لك حل مع ابن عمك. فهمتي علي يا حنان؟ فهمت، هلأ فهمت. ابن عمي؟ نعم يا حبيبة ابن عمي. بتحب خلي لك لب الكوسة لحتى نقلي ولا كبه؟ لا عوز بالله، شو كبه؟ أنا بحب لب الكوسة مقلي مع التوم. تعرف؟ يمكن هدول جيراننا. قوم الله يخليك فوت على الغرفة الجوانية لأنه مو حلو يشوفوك، هم بيخجلوا منك. مرحبا يا خانة. أهلين. مري عدم المؤاخذة، مو هون بيت جناب القاضي سامي عبد؟ أنا خير، عاوزة شي؟ الحقيقة أنا جاية بزيارة لعندك مو لعنده. وحضرتك مرته؟ بلا. ممكن زورك وسمعك قصتي؟ تفضل. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. لا تأخذيني الله يخليكي، كنت عم بحفر كوسة ومعجوقة شوي. لا يوح بالعكس، انتي لا تأخذيني، بس مثل ما بتعرفي يا خانة فضل. صاحب الحاجة أرعن. لا ولو، سلامتك حبيبتي، أهلا وسهلا فيكي. شو بتحبي تشربي، بارد ولا سخن؟ تقبريني لا تعذبي حالك، لا بدي لا سخن ولا بارد ولا فاتر، بس بدي من حضرتك تسمعي قصتي، وإذا اقتنعتي فيها بدي منك تتوسطي لي عن جناب القاضي سامي بيك حتى يلاقي لي حل ويريحني. خير حبيبتي، شو قصتي؟ أول شي اسمحي لي قلك، يتهنى فيكي جوزك على هالجمال الرائع اللي عندك، ولا هالوش، سبحان الله مثل الملائكة. تسلمي حبيبتي، هذا من لطفك. عفواً، شو الاسم الكريم بلا صغرة؟ إلهام. عاشت الأسامي، أنا اسمي اعتدال السكري، ومتجوزة ابن عمي، وابن عمي موظف بالدولة وراتبه على قده، بس أنا عندي أموال لا بتاكلها نيران ولا بتقرمشها فيران. وكل القصة وما فيها إنه جوزي إله سوسة، سوسة ما في ألعم من هيك، ناخرته نخر. خير إن شاء الله، شو هالسوسة اللي عنده بقى؟ آخ يا ست إلهام، آخ كل مدة ومدة بدي إخلاقه مني، وبيطرق جوازي فوق مني، وكل هالشي عم بيصير بمصاري، بياخد هالمصاري وبيصرفه على جوازاته. أعوذ بالله، شو هالعيشة هاي؟ شو هالبني آدم هاد؟ معقولة؟ شو رح يلاقي أحسن منك يعني أو أحلى منك؟ ما شاء الله حولك، بتطيري العقل قد مانك حلوة.
مثل ما عم قلك يا ست إلهام، مثل ما عم قلك، عيون الرجال فارغة وزايغة. طيب وانت شو كنتي تعملي؟ شو بدي اعمل يعني؟ كنت طول بالي عليه وضل وراه هيك لحتى يطلق قدرتي ويتوب ويرجع لي. وبعدين؟ ولا قبلين يا ست إلهام، انا عايشة بحيرة دابحتني، ويا من تراني قلقانة، يا ترى جوزي متجوز علي وحدة تانية ولا انا الوحيدة بحياته؟ لاني عم بسمع من الناس انه متجوز، بس ما كنت اعرف شو هي الحقيقة. اضرب عليك يا اعتدال، شو مظلومة؟ مو هيك؟ كلهم بيقولوا لي اني مظلومة الا جوزي. تعرفي انه قصتك نفس قصتي بالضبط؟ قولي على قامتي عليك ان شاء الله. شو هالحكي؟ نفس القصة بحذافيرة، لا ناقصة حرف ولا زايدة حرف. وجوزي القاضي سامي افندي اضرب من جوزك وبيعمل فيني هيك بالضبط. يو شو عم بسمع انا؟ معقولة تكوني مرت؟ قومي 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 قومي، اسمه جوا لدخلك لعنده. قومي قومي اماني، قومي فوتي لعندي. اسمع يا سامي قصة هالبنت اللطيفة المظلومة البريئة، اسمع بإذنك. خير، شو قصتها؟ ومين بتكون؟ انت اسمعها وانصفها وما يهمك مين بتكون. شو قصتك يا بنت؟ يا سيدي يا سيدي طلعت قصتي نفس ال... عم قلك نفس قصتي معك بالضبط، لا راحت ولا اجت، لا طلعت ولا نزلت، والمخلوقة محتارة شو بدها تعمل، وخصوصا انه في ناس من برا عم بيوتوتوا ادنا ويقولوا لها انه جوزها متجوز عليها، والمخلوقه مسكينه ما عرفانه برا من بحرها. شو اسمك انت؟ اعتدال السكري. انت يا اعتدال جوزك معترف انه متجوز عليكي؟ يا سيدي يا سيدي، شلون بده يعترف بشغله ما رح وافقوا عليها؟ طيب انت بتعرفي المراه يلي عم بيقولوا انه متجوزها؟ لا. بتعرفي شكلها او صورتها؟ لا. بتعرفي وين ساكنه؟ لا. بتعرفي عيلتها؟ ابدا ابدا. اصبحت تقي ربك وخلي ثقتك بجوزك كبيره. الزلمه تايب عن الجواز والناس بلا الناس، والحساد يلي بيتمنوا الشر لغيرهم كتار. هلا لا تروحي لبعيد، وهي مرتي الهام مثال حي قدامي. مدري مين لعبان بعقلها وقايل لانه انا متجوز عليها، وهي يا حرام محتاره وخجلانه تفتح لي هالسيره ولا ما تفتحها. بس أنا رح أحلف لك يا إلهام بأنه كل زوجة إلي برات هالبيت هاد وبرات هالمكان هاد وخارج هالباب يلي شايفينه قدامكم طالق بالثلاثة. تسلم لقلبي، ما أحلاك يا سامي. أما أنت يا حنان، قصدي يا اعتدال، فبتمنى أنك تهدي بالك وما تخلي الشيطان يلعب بعقلك. رجالك إنسان ممتاز وفهمان واجبات الجواز. شكراً على نصيحتك يا سيدي القاضي، فعلاً أنا هلأ ارتاح بالي. يلا بخاطركم. الله معك، مع السلامة حبيبتي. لك الله يهدي بالك مثل ما هدي بالي. بس وينك؟ مريني خلي جوزك يحلف قدامك مثل هالقسم الحلو هذا، فهمتي؟ فهمت ست إلهام، ويكتر خيرك لأنك استقبلتيني ببيتك. أهلا وسهلا. يلا بخاطركم. الله معك تقبريني. إيه حبيبي، حضر لك الغداء؟ يا ريت يا عمري، لأني أنا رح موت من الجوع. إيه ما عاش الجوع إن شاء الله، بس اليوم أنا عزمتك على العشاء برا. لا اليوم ما بقدر. ليه بقى؟ لأنه بدي سافر على حلب وعندي اجتماع مع قضاة الشمال. وقديش بدك تغيب يعني؟ شي اسبوع. ايه مو مشكلة تقبر قلبي، تروح وترجع لي بالسلامة يا حق. بس بتعرف عن جد عن جد عن جد اليوم هم ونزاح عن صدري.